اهلا يا برنس، سواء انا حاسب اوبر. صدق بالله انت متاكد ان انت هتكلمني؟ بص يا معلم، اختك ما تلزمنيش، وعلى راي المثل شيل ده من ده يرتاح ده عندك. لا احنا نتقابل ونخلص الموضوع ده. عارف مطعم الكبابجي اللي في الشارع اللي ورا الشقه اللي انت هربان فيها ومستخبي؟ وانت فكرك ان انت بعيد عن ايدي؟ انا سايبك بمزاجي. تقابلني بكره بالليل على الساعه 11 12، اكون مستنيك. مع السلامه اخويا. أنا عارفة عارفة. أوكي طب يلا نتكلم بعدين. اتفضلي. هاي. أهلا أهلا أهلا. ما تتصوريش من كلمتك دي عملت فيا إيه؟ ردت فيك الروح مش كده؟ أنا قلت إنك استغنيتي. أستغنى إزاي؟ هو في حد تجيله مصلحة لحد عنده يستغنى؟ بقولك إيه؟ أخبار الراجل ده إيه؟ أخباره إيه في إيه؟ بيدفع كويس يعني؟ أقصد يعني الدفعات بتاعته مضمونة؟ جدا، ولو عجبه الشغل عامل لك مفاجأة كمان. لو الشغل عجبه؟ لا دي تقف عليك انت بقى. مش فاهمة. بصي انت قولي لي يلا يا سلمى سافري له وخلصي معاه وحقك هتاخديه، وانا من بكره هكون عنده. انا اقول لك يلا يا سلمى سافري له وخلصي معاه وحقك هتاخديه، تروحي انت مسجله الجملتين دول واطلع انا قواده زي القواده اللي بعتكي بالظبط، صح؟ ايه اللي بتقوليه ده يا مدام؟ مين دي اللي مشغليني؟ اقعدي اقعدي. اللي مشغلاكي دي تبقى مايا. ايه؟ نسيتيها ولا ايه؟ هو حضرتك مين؟ احنا هنستعبط؟ انت عارفاني كويس وانا كمان عارفك، وتقابلنا قبل كده في البيت وفي الكافيه كمان. يمكن بس مش واخده بالي. معلش سوري. أنا لازم أمشي حالاً. تمشي تروحي فين؟ أصل أنا افتكرت ميعاد مهم. ميعاد مهم؟ أهم من الميعاد اللي إحنا فيه ده. استهدي بالله كده وأقعدي عشان تخرجي من هنا سليمة. آه افتكرت. حضرتك الباشمهندس عصام عملت لنا ديكورات قبل كده. هتستعبطي؟ خدي بالك. بوسي قبضوا عليها واعترفت بكل حاجة خلاص. حتى لو بوسي ما اعترفتش. موبايلها مليان مكالمات بينها وبين مايا، مش كده؟ أنا ماليش دعوة. مالكيش دعوة إزاي؟ اتكلمي. طيب هو أنا لو اتكلمت هتسيبوني أمشي؟ اتكلمي الأول بعدين نشوف. مايا اتفقت معايا إن أنا أدبر لك قضية آداب وأفضحك فيها. وبعدين تسجلي الجملتين دول وتروحي تبلغي عني وأطلع أنا قواد عايزة أصرحك. أيوه بالظبط كده. وقال أنا رفضت، ولما جيت لك البيت كان معايا بوكيه ورد وعليه كارت باسم الراجل، وانا صورت البوكيه بالفيديو في بيتك علشان يعني يبقى دليل انه بينكم وبين بعض كونتاكت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. طب انا عرفتك على كل حاجه، ممكن امشي بقى؟ تمشي تروحي فين يا سلمى؟ انت هتمشي فعلا بس معايا، خدوها. اتفضل. شكرا. حضرتك سمعت؟ طمني يا باشمهندسة، أنا لسه عارف دلوقتي حالا إن اللواء اعترف عليها بمصايب كبيرة قوي. الحمد لله. واحتمال يكون في قرار ضبط وإحضار ليها خلال ساعات. طبعا متشكر قوي يا باشا إن أول ما كلمتك جيت على طول. ده واجب يا باشمهندس. رمزي بيه، أنا كنت عايزة أتكلم معاك لوحدي، أنا ممكن؟ أه طبعا اتفضلي. معلش أنا آسفة يا عصام، يعني 10 دقايق بالظبط مش متأخر. لا 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 طبعا اتفضلي براحتك. اتفضل سيادتك. اتفضل. دنيا مين؟ كان عندها طفل اسمه علي، حصل له نفس اللي حصل لبنتي بالظبط، وسيادتك كنت ماسك القضية بتاعته. أنا؟ آه سيادتك. ما أعتقدش. ازاي ما تعتقدش يعني؟ يعني انا ما اعرفش واحده اسمها دنيا.
دي كانت بتيجي لسيادتك وانت كنت بتعملها وحش جدا، وقلت لها القضيه بتاعتك اتقيدت ضد مجهول وزهقتها وكرهتها في عيشتها. افتكر كويس، يمكن سيادتك ناسي. يا مدام ندى، انا ما فيش اي قضيه اشتغلت فيها من ساعه ما اتخرجت لحد دلوقتي اقدر انساها ابدا. الكلام ده مش حقيقي، ممكن تكون واحده بتشتغلك. يعني انت ما تعرفش واحده اسمها دنيا؟ اطلاقا. اطلاقا ازاي؟ انا شايفاها قدام مكتبك في الطرقه. يا مدام ندى، مديريه الامن واقسام الشرطه دي اماكن مفتوحه، يعني من حق اي مواطن انه يكون موجود فيها من غير ما حد يمنعه. بس هي تعرفك كويس جدا، حتى سيادتك يوم ما جيت للبيت هي دخلت استخبت منك. اللي استخبى من ضابط مباحث يبقى اكيد مجرم. على كل حال هاتي لي اسمها بالكامل عشان اكشف عليه واعرف لك عنها كل حاجه، يمكن تكون مزقوقه عليك هي كمان. يمكن اي حاجه في الدنيا دلوقتي ممكن تحصل. ما انت عايشة اهو. هو حد قالك ان انا مت ولا ايه؟ يا ريت، على الاقل كنت عرفت اولك من اخرك. لكن هو قال لي بقى ان انت مش موجودة اصلا. ان انا مش موجودة اصلا؟ طب والجثة دي ايه؟ هوا؟ روحي اسألي بقى رمز اللي قال لي ان انت مش موجودة. اللي من عيد ونزيد، وانا ده اللي عيد ونزيد. رمزي تاني؟ يعني انت عارفه ان انا بكره رمزي وهو ما بيطقنيش تاني رمزي؟ لدرجه ان هو يقول ان هو ما يعرفكيش؟ بلاش رمزي، هو كذاب. طب انور العتال، ام ربيع، عصام، بنتي رنا، كل دول كمان كذابين؟ لا، كل دول ما شافونيش يا ندى. وام ربيع ما فتحت لكيش الباب ولا مره؟ لا، ما فتحتليش الباب ولا انت تقصدي لما طلعتلك اوضه النوم الباب كان مفتوح وهي تقريبا كانت في الجنينه او بتعمل اي حاجه، فدورت عليكي لحد ما لقيتك وطلعتلك. وانور العتال ده اللي قلتي احنا لازم نقابله في حته ضلمه كحل محدش يشوفنا خالص. لدرجه ان هو ما شافنيش. وعصام، عصام اللي انت كنتي مخبياني ورا الباب وكل شويه تقولي شو شو شو، ما خدش باله مني طبعا. طب كل دول كذابين، بنتي الصغيره العيله هي كمان جذابة؟ رنوشة؟ لا طبعا، رنوشة اكيد ما بتكذبش. انا ما اعرفش وقتها كنت فين، مش احنا كنا مطربين ومطينين؟ يمكن دخلت التواليت اغسل ايدي. عايزه توصلي لايه يا ندى؟ عايزه اوصل للفيديو اللي صوره لنا ضيا. ماله الفيديو اللي صوره لنا ضيا؟ هو انت مش قلتي انك هتدي الراجل ده قرشين و وايه؟ انت مش موجوده في الفيديو يا دنيا. انا ازاي يعني مش موجوده في الفيديو؟ قولي لي انت ازاي؟ هو انت مش يوميها خدتيني عند الراجل ده وقلتي ان انت عايزه تقتليه عشان تاخدي دار ابنك؟ ايوه حصل كده. يعني انت اللي قتلتيه؟ انا ملياش دعوه. اكيد. هو انت هتقتليه ليه؟ هو انت تعرفيه؟ انا اللي كنت باخد حق ابني بايدي. اعرفه بقى ما اعرفوش، يعني انا ملياش دعوه صح؟ يعني ايه انا مش موجوده في الفيديو؟ وريني الفيديو ده. هوريهولك. يعني ايه انا مش موجوده في الفيديو؟ انت بتسجلي لي يا ندى؟ بسجلك يا دنيا. انا عايزه اشوف الفيديو ده والتسجيل. هاتي الفيديو ده، هاتي البتاع ده. لا مش هديكي حاجه. كفاية بقى يا شيخة، كفاية اللي انت عملتيه فيا. عملت فيكي ايه؟ هو انت كنت تقدري تعملي اي حاجة من غيري؟ انا اللي قويتك وخليتك تقدري تشيلي السلاح لحد ما تجيبي حق بنتك. انت من غيري ولا حاجة، ولا حاجة. لا، كنت هعمل كده واكتر كمان. كنت همشي ورا اللي قتل بنتي لحد ما اجيب طرحة. انت من ساعة ما دخلتي حياتي وكلها بقت مصايب. يوه، هتقعدي تفلقيني بالكلمتين اللي انت عماله تقوليهم لي من ساعه المخزن؟ هاتي البتاع ده. اقول لك لا، هاتي البتاع ده بدل ما اتجنن عليكي. اتجنني يا دنيا، وريني اخر جنانك ايه.
هقتله. هقتلك يا ندى. مش انت عايزه تمحي وجودي؟ انا همحيكي من الوجود. هقتلك يا ندى. هقتلك وخلصي عني. هقتلك. بقولك دول هاتي البتاع ده. لو حد بقى لازم يموت يبقى انت لازم تموتي. عارفه ليه؟ عشان خلاص ما بقتش محتاجاكي. اخرجي من حياتي بقى. مامي ايه يا رنا؟ في ايه يا حبيبتي؟ انا خايفه. خايفه من ايه؟ اصل سمعتك بتزعل وحدك ومفيش حد. انا كنت بزعق في التليفون. اصلهم مطلعين عيني في الشغل. تعالي تعالي نشوف مين على الباب. تعالي خليكي ورايا. خير يا باشمهندسة؟ انا بقالي كتير بخبط. انت كويسة؟ كويسة. انا بس كنت بزعق في التليفون. خير في حاجة؟ مفيش. انا جاي اطمن عليكي واطمنك ان الحاجات اللي طلبتيها هتكون موجودة في الميعاد والمكان اللي اتفقنا عليه. طيب كويس. تبريني بأي حاجة تاني؟ لا متشكرة يا أنور. بعد إذنك. خلاص بقى؟ ما تخافيش؟ يلا. تعالي نطلع أوضتك ونلعب. ما يعرفكيش؟ بلاش رمزي، هو كذاب. طب أنور العدال، أم ربيع، عصام، بنتي رنا، كل دول كمان كذابين؟ وأم ربيع ما فتحت لكيش الباب ولا مرة؟ وأنور العدال وعصام، طب كل دول كذابين؟ بنتي الصغيرة العيلة هي كمان جذابة؟ عايز اوصل للفيديو اللي صوره لنا ضيا. انت مش موجودة في الفيديو يا دنيا. قولي لي انت ازاي؟ هو انت مش يوميها خدتيني عند الراجل ده وقلتي ان انت عايزة تقتليه عشان تاخدي طار ابنك؟ يعني انت اللي قتلتيه؟ انا ماليش دعوة. جرى ايه يا بيبي؟ هو انت ما عندكش دم ولا تموت في التهزيق؟ تلم يا مايا. انا اللي جابني هنا ابني اللي بيني وبينك. جاي اقول لك على اللي هيحصل لك. وايه بقى اللي هيحصل لي؟ هيعلقوني من ودني ولا هيلسعوني بالشمع؟ هيقبضوا عليك يا مايا. ليه؟ قتلت ولا سرقت؟ يا مايا افهمي. اسمعيني كويس كده واستهدي بالله. البنت اللي اسمها سلمى راحت لندى واعترفت بكل حاجه، وندى هتبلغ عنك. تبلغ يا حبيبي، ولو سلمى عندها دليل تروح النيابة. أنا برضو ما يرضينيش إن أم ابني تتبهدل في الإقسام والمحاكم. حنين قوي. مش عشانك، عشان الواد. مش عايز الواد يشوف أمه وهم بيقبضوا عليها. افهميني افهميني يا مايا. أنت تاخدي بعضك وتسافري بره مصر. اقعدي فترة كده لحد ما الدنيا تهدى، وأنا زياد هيفضل معايا، وإن شاء الله في الأجازة هجيبهولك واجي على طول. لا ناصح، ومين بقى اللي حفظك الكلمتين دول وفاهم ان انا هصدق؟ يا مايا افهمي، انا مش عايز الواد يعيروه بامه. ومال همه يا حبيبي؟ انت نسيت؟ نسيت ان انت لسه قايم من على البورش وانا اللي مخرجاك؟ يلا يا حبيبي من هنا. يعني برضه مفيش فايده؟ بقول لك ايه؟ امشي من هنا بدل ما اخلي الوحوش اللي بره دول يمرمطوك. خلاص براحتك. انا بلغتك وانت حر، اعملي تعمليه. يلا في 60 داهيه. أنا كنت متجوزة الأشكال دي إزاي؟ تكنيلة. أنت ما رحتيش المدرسة ليه النهاردة؟ مامي ما رضيتش. مامي
امي اللي ما رضيتش برضه. تلاقيك انت اللي ما كنتش عايز تروح. انت صح؟ لا انا كنت عايزه اروح بس مامي هي اللي قالت لي لا. قالت لك لا ليه مامي بقى؟ ان شاء الله الظهر ان هي خايفه من عمو اللي كان المدرسه. عمو مين؟ معرفوش. طب عمو ده ضايقك ولا زعلك؟ عمل لك اي حاجه وحشه؟ لا بس بابي اول لما شافته جريت بيا من المدرسه. طب انت عارف عمر بيحبك قد ايه؟ اه. عايزك طول ما عمر موجود ما تخافيش من حاجه ابدا. ماشي ماشي ماشي. طب اديني هج كبير بقى. صبح يا مهني. اهلا سي زفت. ليه كده؟ ده انا حبيبك يا راجل. وحبيبي يقول لجمال على مكاني؟ طب وشبكه العشره دول؟ ما قلت له على حاجه ولا فتحت بق؟ امال هو عرف من ايه؟ ولما كلمته قلت له نتقابل ونتفاهم قال لي اشوفك في مطعم الكبابجي جنب المطرح اللي انا كنت مأجره. عرف منين بقى؟ شم على ظهر ايده؟ طب وانا مال اهلي يا عم؟ ما تروح تساله. المهم مش فارقه، اللي عنده حاجه يعملها. ضربتها طبنجه يعني ولا ايه؟ هي مش عايزه غير كده. وانا كنت غلطان واستاهل ضرب الجزم اني كنت بطاطيلها وبعافر. من هنا ورايح لها دوست على طرف يقر على روح الفتح. ترداش قوي كده يا زميلي، من خاف سلم. لا من خاف اتداس عليه وخد بالجزم على قفاه. طب منين وعلى فين؟ وانت مال اهلك هيفيدك بايه يعني لما تعرف؟ شكلك لم عزالك كده من الاوضه اللي كنت مأجرها. مالكش فيه وخليك في حالك، ويا ريت ما اشوفش وشك تاني. انت مالك قامت عليا كده ليه يا غزال؟ هو ده اللي عندي يابا، ويا ريت ما اشوفش وشك تاني. صعبان عليا والله العظيم يا صاحبي. ما يصعبش عليك غير اللي يصعب عليك في قيرك. وريت عصفوره ما تنساش تبلغ صاحبك. عاير رمه. ما تقلقش يا جمال، اعمل بس اللي اتفقنا عليه وكلمني. يلا سلام. رنا يلا اطلعي اوضتك حبيبتي. ايه انا ده اللي رنا بتقوله ده؟ هي قالت ايه؟ مين اللي راح لها المدرسه؟ انت عملت لي ايه في موضوع ده؟ رحت وديت له الفلوس بس للاسف. للاسف ايه؟ طلع الفيديو حقيقي؟ مفيش دنيا؟ بالظبط. اتأكدت ان اللي في الفيديو ده ابراهيم؟ اه. الواد ده طلع بلدياته ويعرفه كويس. طب انا عملت كده ليه؟ لو كان ليه علاقه بحمدي كنت قلت ماشي. هو كنت عملت كده في شيماء اخته لما قالت لي ان هي عرفته مكان البيت وقالت له ان اجازتها يوم الثلاث. مش عارف يا ندى، بس هو التفسير الوحيد انه اتفق مع فرعون عليكي، وريم الله يرحمها هي السبب اللي كشفته. يمكن انا ساعتها كان حمدي محبوس وكان هيتعدم، ودنيا قالت لي زي ما خدت حق بنتك وساعدتك دلوقتي المفروض تساعديني وتجيبي حق ابني. برضه دنيا يا ندى، هو ده اللي حصل يا عمر. اعمل ايه؟ اللي حصل ان احنا قدام امر واقع لازم نتعامل معاه. عندك حق، هنقعد ندور على اسباب والحقيقه ان انا عملت كده ومش عارفه انا عملت كده ليه. واضح ان حادثه ريم دي كانت اقوى من انك تستحمليها. استحملها؟ انا موتها كسر ظهري. محدش بيحس بالإحساس ده غير الراح منه ضناه. ربنا ما يوريها لك أبداً. بس يا ندى
بس انا عايزك تشوف لي حل في حكايه ابراهيم، مش عشاني، عشان رنا. هتتحل كل حاجه، هتتحل يا ندى. بس انا شايف ان اعصابك تعبانه ومحتاجه ترتاحي شويه. انا بقول ناخد رنا وتيجي معايا امريكا. انا مش همشي من هنا يا عمر غير لما اجيب حق ريم. مقدم رمز الطحان، تعبتيني معاكي قوي يا مدام مايا. انا ليه؟ لا ليه، دي هتعرفيها لما تيجي عندنا، لان بقى في حاجات كتير قوي ادعي ربنا بس انك تقدري تلحقي عليها. انا ما عملتش حاجه، واللي عنده دليل ضدي يقدمه. حصل حصل يا مدام مايا، وبقى عندنا ادله قد كده، شوية من لوا وشوية من سلمى وشوية من بوسي، يعني من الآخر كده تقدري تحضري شنطة هدوم كبيرة قوي وانت جاية معايا. ممكن أعمل مكالمة تليفون؟ أه براحتك خالص، اعملي كل التليفونات اللي انت عايزاها، اتفضلي. جايين يقبضوا عليا؟ النمرة غلط. آسف، نكمل كلام. تامر بيه، عارفة إن أنا بتكلم في وقت مش مناسب. مفيش حد هنا اسمه تامر. عادل بيه؟ عادل بيه في اجتماعي يا فندم دلوقتي. حظ امي. مش كفايه كده بقى ولا ايه؟ ممكن بس اخر مكالمه؟ هخليكي تعملي كل التليفونات اللي انت عايزاها وانت هناك، بس من فضلك انجزي بقى وخلصي وحضري شنطتك ويلا. حاضر. يقول لي لا. ابوك عايزك تروحي. لا مش كده، بس هو كلمني وكان عايزني اكلمه وانا ما رضيتش. انا ما شفتش بجاحه كده في حياتي. بعد كل اللي عملته فيا عايز تروح البيت عندها؟ طول ما الست دي هناك مش هتخش البيت ده. لو عايز يشوفك يشوفك في اي مكان بره. اوكي، بس مش ده الموضوع اللي انا عايزاكي فيه. ما ايه الموضوع؟ جويش عايز يجي يوم عيد ميلاد حازم. مش مهندسة، الأستاذ عبد الله على الباب. طيب أنا جاية له. حاضر. تعالى يا عبد الله ادخل. عملت اللي قلت لك عليه؟ آه حصل. طيب سلموا بقى الأنوار. أنت بتبص لي كده ليه؟ مفيش يا ندى.
انا بس كنت عايز اسال. تسال ايه؟ تاني سين وجيم؟ ولا سين ولا جيم ولا حاجه يا ندى. انا عايز اسالك على الواد اللي اسمه ده. انت قابلته؟ انا بصراحه من ساعه ما شفته ولا مرتاح له ولا مرتاح لطريقه كلامه. وبعدين؟ وبعدين حاسس ان هو وراه حوار. ما احنا عارفين ان هو وراه حوار. ايه الجديد يعني؟ الجديد ان انا بلغت عنه. يا نهارك اسود. بلغت عنه يعني ايه؟ بلغت عنه يا ندى. انت عايز توديني في 60 داهيه؟ داهيه ايه بس يا ندى؟ انا بلغت عنه لما عرفت هو مين وتابع مين. تبع مين يا اخويا؟ ما احنا عارفين. ما هو انا لما شفتهم قاعدين مع بعض اتجننت يا ندى. هما مين اللي قاعدين مع بعض؟ ضيا قاعد مع ابراهيم. ضيا قاعد مع ابراهيم؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. في ايه؟ يعني ابراهيم عايش ما ماتش؟ ابراهيم عايش وزي القرد كمان. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. انا مش عارفه اقول لك ايه. الحمد لله يا رب. شفتهم فين؟ شفتهم مع بعض في عزبه حماده. وكنت همسكهم واسلمهم بس ابراهيم خلع. ضيا بقى موقف ايدي قرب كل حاجه. ما سبتوش غير لما خدت منه ده. هو وراك الفيديو؟ وقال لي انا صبايا اللي كان هيعمل عليكي كمان. الكلام ده كله مش مهم دلوقتي. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا مبسوطه جدا. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا رب. ولينا كلنا.